تم قسم بلاش إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بوزنيقة. متابعينا الكرام، هاد الناس اللي قدامكم كانوا خدامين في واحد الشركة الحبس الصريح ديالهم، واللي دابا الحالي لمدة 6 أشهر ما توصلوش المستحقات ديالهم وعندهم مدة كيعانيو بزاف. بقاو معنا متابعينا الكرام. السلام عليكم، معكم رشيد من مدينة بوزنيقة، خدام حارس أمن بإقامة حدائق بوزنيقة. خويا دابا حنا خدام من 2019 حتى 2021، في شهر 12/2020 أخويا هما يحبسوا علينا الخلاص، شهر 12 و1 و2 و3 و4 و5 لمدة 6 شهور خويا ما تخلصناش، ولي تنتفاجئوا حيدوا لينا من لي كيريت، حيدوا لينا واحد الاشاره ديال الشركه تاعنا وجابوا شركه اخرى، وحنا ما عرفنا دابا من راسنا من رجلينا. لا ديالكم ما عرفتش فين نتوما، ما عرفناش اخويا فين كاين. وبالنسبه تراكم علينا الكرا والضو والماء، ما عرفناش هاد الناس علاش ما بغاوش يخلصونا، وبالاخص سانديك، سانديك لي جاردان بوزنيقه، سانديك حدائق بوزنيقه هما اللي يتحملوا هاد المسؤوليه. ما عرفناش دابا اخويا كنطالبوا بالمستحقات ديالكم، تنطالبوا بالخلاص تاعنا، المستحقات تاعنا، الخلاص تاعنا من شهر 12 الى يومنا هذا. وهادشي عندكم وليدات وتراكم؟ عندنا الوليدات انت عارف اخويا، كلشي الكرا والضو والماء ومصاريف كثيره. شنو عندكم كريديات كذا كثيره؟ عندي اخويا كريدي انا واخد من القروض الصغرى، ودابا كل خطره تيعيطوا علينا وما عرفناش اش غن، والله ما عرفنا الحل دابا، والله ما عرفنا. تنطالبوا من جلاله الملك والمسؤولين يشوفوا من هاد المهزله اللي كاينه في هاد السانديك بوزنيقه، سانديك حدائق بوزنيقه. السلام عليكم، معكم السيكوريتي ياسين. ياسين خويا ما تخلصناش من شهر 12 لدابا، 12 و1 و2 و3 و4، 6 شهور. سانديك حدائق بوزنيقة. نعم. شحال كمل زيد؟ عندك شحال المدة؟ مدة 6 شهور. باش كطالبوا انتم معايا؟ بالخلاص ديالنا، فهمتي؟ خلاص وصاب. واش المستحقات ديالك؟ المستحقات وي. عندكم وليدات؟ عاد لا ما عندوش وليدات. بالنسبة لهاد السانديك لي جاردان بوزنيقة، هما دابا جابوا شركة جديدة. وما فهمتش انا، بغينا حنا يعطيونا خلاصنا يقولوا لنا الله يعاون الله يعاون، فهمتي اش بغيت نقول؟ هو تعرف دابا المصاريف كثرت، احنا انا دابا الكرا كاري ب 1200 دابا 6 شهور وتيسالك، الماء الضو انا يوميا تيجي عندي صحاب ريضال تيجي يبغيو يقطعوها تردوا، انا هذا هو المشكل، فهمتي شنو؟ نعم. لما توجد رسالة نوجهوها لجلالة الملك والمسؤولين باش يشوفوا من هاد المهزله ديال الحراس الامن الغير مهيكلين بالضبط. عندكم مريقات ما عندكم شي حاجه؟ عندنا حتى مؤخرا هاد بدا يديكلارو بينا لي جاردان بوزنيقة، ديكلارو بينا بشهر 10 11 12 و1 و2 و3 3 حبسوا، فهمتي؟ هذا وقع المشكل نيت، هو اللي فين وقع المشكل، في شهر وقع المشكل في شهر 12. شحال المده دابا نتوما ماشي حابسين، تنجيو حنا للعمل تاعنا من شهر 12 وما حابسنا لينا الخلصه من شهر 12. اما العمل كيديروا خدمه، اما حنا تنجيو عاد ما قال لنا حتى واحد حبسوا ولا جابوا شركه فوقنا، ما فهمتي؟ شركه ساندي. دابا اللي بغيت نفهم، دابا انتم خدامين وشركه اخرى تخدم في نفس الوقت؟ في نفس الوقت خدامه شركه اخرى. نعم. انتم حتى واحد ما حبسكم؟ ما حبسنا حتى شي مسؤول، قال لنا راك انتم حابسين، ما حتى واحد ما جا عندنا حتى شي ساندي. ما حاولتوش تواصل مع المسؤول ديالكم بالشركه؟ تواصلنا مع السانديك لي جاردان بوزنيقة مرارا وتكرارا، تيحبس تيقول لنا انتم راه محسوبين على الساكنه، باش نجيو عند الناس ديال الساكنه اللي تيسينوا في الشيكات بلا ما نذكر الاسماء تاعهم، راه كاينين في المحضر، راه هما تيقول لك سيروا عندهم، كل تيلعبوا بينا بحال القالب ديال السكر. نعم. كلمه اخيره تنطلبوا من جلاله الملك والمسؤولين كسلطات وكهذه، باش يشوفوا من حالنا، راه حنا ضايعين، ضعنا بزاف. اذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر مباشره من مدينه بوزنيقه.